السلام عليكم. غدوة إن شاء الله مع الستة متاع العشية المنتخب التونسي عنده مقابلة غاية في الأهمية أمام منتخب جنوب أفريقيا. الانتصار ولا غير الانتصار هو اللي أهلنا للدورة الثاني، الانتصار اللي يخلينا حتى نتأهلوا في المرتبة الثانية. مهمش برشا راهو تتأهل في المرتبة الثانية ولا في المرتبة الثالثة، وخاصة في النسخة الحالية، لأنه المنتخبات اللي باش تواجههم في الدور ثم النهائي كلهم عندهم اسمهم وعندهم قيمتهم وعندهم تاريخهم في القارة الإفريقية. لذا الهدف الأول للمنتخب مش المرتبة الثانية أو المرتبة أو كأحسن ثالث، لكن الهدف الأول للمنتخب التونسي هو ننتصر على منتخب جنوب أفريقيا ونتأهلوا للدورة الثانية. اليوم جلال القادر كان متواجد في ندوة صحفية، إش قال؟ قال نوعدكم باش نوصلوا لبعيد في كأس أفريقيا. يا جلال القادر، لو كانت تحب تحفز الملاعبية متاعك حفزهم بينك وبينهم في الفستيار، قول الكلام اللي تحب عليه. اما انت لو كانت تحب تحفز الملاعبيه نتاعك بميساج باش تسمعوا جمهور المنتخب التونسي، يعني دزانا منه للملاعبيه ومنه كيف راني يا جمهور المنتخب اللي شككتوا فيا وشككتوا في الامكانيات نتاعي، راني عندي ما نقول في روحي وبحول الله نوصل بعيد، راهو ميساجك ما يوصلش لنا احنا كجمهور للمنتخب، راهو ما يوصلش. يعني لو كان تقوم بخطاب انهزامي كلنا باش نغشوا عليك، لو كان تحب تقوم بخطاب ثوري وانتصاري كيف كيف رانا بكلنا باش نهجوا عليك، على خاطر نعرفوا الشخصيه نتاعك ما هيش شخصيه انتصاريه نقطه. ونرجعوا للستار، انت مثلا وعلى سبيل المثال اليوم كيف تقول رانا باش نمشيوا لبعيد في كاس افريقيا؟ اعطينا اخويا التشكيله اللي باش تبدا بها ضد منتخب جنوب افريقيا، كنجيو نشوفوا مع بعضنا التشكيله على حسب موزايك فام وعلى حسب الصحفيين اللي كانوا متواجدين في تدريبات المنتخب التونسي، نفهموا نوعا ما انه الخطاب الانتصاري الثوري نتاعك يا جلال القادري هو كله بلا بلا وكله كلام لا اكثر لا اقل. ونعاود نقولها لك مليار مره، انت حافظ ماكش فاهم، بالعكس باين عليك، باين عليك الخوف، باين عليك الرعشه، عندك اخر كرتوشه وما تعرفش تقمر خويا، خايف لما تجيبهاش في الحك. هذا هو جلال القادري، بدليل عمري ما سمعت في تظاهرة، وخاصة والله كان نحكيه على منتخب بدا من أول مقابلة ليه في دوري مجموعات الآخر مقابلة مثلا في كاس أفريقيا ولا كاس عالم ولا أوروبا ولا اللي هو، وعمل زوز تشكيلات نمشي معك. جلالة القادري في زوز مقابلات لعبهم في كأس إفريقيا في دوري المجموعات، مقابلة أولى أمام ناميبيا بدا برسم تكتيكي وكنا نعرفه 4-3-3 ما مشاش معاه، خسرنا فيه. مقابلة ثانية ضد منتخب مالي رسم تكتيكي ثاني 4-4-2، والرسم التكتيكي الثالث اللي باش يبدا به جلال القادري بنسبة كبيرة نعاود نقول على حسب موزايك فام وعلى حسب الصحفيين المتواجدين في تدريبات المنتخب التونسي باش يرجع ل3-5-2. نعرفوا الرسم التكتيكي هذا وقت اللي المنتخب يلعب ضد منتخب افضل منه ويحب يحاول كيفاش يسكر ويلعب على الكونتر اتاك، وخاصه يلعب على الاروقه، يعني كيفاش في 3 مقابلات فقط تجرب 3 خطط تكتيكيه ملعبيه، ملاعبي يلعب ملاعبي ما يلعبش. يعني الى حد الان جلال القادري في دوري مجموعات كاس افريقيا تحسه كاينه في ستاج قبل كاس افريقيا ولا كاس عالم، ويجرب ويلوج على التشكيلة المثالية اللي باش يبدا بها أول مقابلة ليه في كأس إفريقيا ولا كما قلنا في كأس عالم. بالنسبة للتشكيلة الأقرب بنسبة 99% في حراسة المرمى باش يكون بشير بن سعيد، ثلاثي خط الدفاع باش يكون متكون من ياسين مرياح، منتصر الطالبي وعلي العابدي، على اليمين كاكسونتري دروا باش نلقاو وجدي كشريده، على اليسار علي معلول، ثلاثي وسط الميدان باش يكون متكون من الياس الصخيري، عيسى العيدوني، انيس بن سليمان، ورأسي الحربة أو في الهجوم باش نلقاو سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني. وباش تفهم انه جلال القادري مش فاهم روحه ولا تحت سيطرة ما نعرفش نتاع شكون، وجهك شريده زوز مقابلات سيئين امام منتخب ناميبيا وخاصه امام المنتخب المالي، بنسبه كبيره في المقابله القادمه ضد جنوب افريقيا باش نلقاوه في التشكيله الاساسيه. شكون المعوض نتاعو؟ يان فاليري، مقابلاته كل اساسي كفريقه اونجي اللي يلعب على الصعود ومتصدر الدرجه الثانيه الفرنسيه وقاعد يقدم في مستوى كبير، ما يجربوش مش على اليسار علي العابدي افضل لاعب في المنتخب ضد منتخب المالي، وتنجم تقول عنده نسبه محترمه من تعادل او النقطه اللي جابها المنتخب التونسي، حتى انهم اختاروه في التشكيله المثاليه في الجوله الثانيه في كاس افريقيا. الراجل
نقطة قوة المنتخب ضد المنتخب المالي، وما أدراك ما منتخب مالي اللي نحبه لنكرو باش يكون أفضل من منتخب جنوب أفريقيا. يخسر نقطة قوة المنتخب التونسي واللي هو علي العابدي وقدم مستوى كبير عكس علي معلول اللي قدم مقابلة متوسطة أمام منتخب ناميبيا ويحطه في اللاكس. في مانا جربناها علي العابدي في اللاكس في مقابلة ولا اثنين، ما نعرفش ودية ولا رسمية، وما مشيتش الأمور، وبعد رجعتها أريير جوش. كيفاش تلعبوا في مقابلة مهمة وما قناعش في زوز مقابلات قبلهم؟ مانيش نحكي على كاس افريقيا، ثم زوز مقابلات مؤهلين لكاس افريقيا، علي العابدي العب بكسيا وما نجحش ورجعوا ريال جوش. كيفاش ترجعوا نقطة قوة متاعك ترجعها نقطة الضعف متاعك؟ باش تعرف قوة المدرب نقطة القوة السلاح متاعه ونقطة القوة متاعه يردها نقطة ضعف، يخلي لك علي معلول على الجانب الأيسر. مانيش عارف، ممكن على خاطر محمد أبو تريكة قال عندكم كنز ما تعرفوش كيفاش تستغلوه، يحب يرجع له مساج. راني نعرف كيف نستغل علي معلول، إن شاء الله جلال القادر يعرف كيفاش يستغل ويوظف علي معلول. والروا علي الأهلي المصري، منحبش غدوة الراء مع علي معلول المنتخب التونسي. ثلاثي وسط الميدان كيف ما نعرف، إلياس العاشوري عدى مقابلة دون المتوسط ضد منتخب ناميبيا، نمشي معك. المقابلة ضد منتخب المالي راقد، نمشي معك. شكون اللي كان وراء هدف المنتخب التونسي؟ البداية بدأت من شكون؟ البداية بدأت بالياس العاشوري، على الأقل عمل حاجة سيد. أما المشكل وين؟ أنت كيفاش يوسف المساكري في المقابلة الأولى ضد ناميبيا وماكلة أربعة ما عند جنوب أفريقيا وبالزلت باش تاكل من عند مالي؟ ما عمل شيء، لا ثم أسيست ولا ثم هدف، يعني ما عمل شيء ريال مو ما عمل شيء. ولكن المستوى متاعه مقارنة ببعض الملعبية كان خير. المقابلة الثانية ضد المنتخب المالي مش ما عمل شيء، ما جيش مريول ويمشي. مريول يوسف المساكني هيك السبعة مكتوبة فيها إس نقطة مساكني هي اللي تمشي في سرتيرا. يوسف المساكني ما جيش، خرج جلال القادر يمكن من الفرحة الكبيرة متاعه بنقطة التعادل أمام ماليش. قال يوسف المساكني ما حبيتش نخرجه على خطر نستنى في ردة الفعل متاعه، أما وقت اللي عرفته تعب ومعاش نجم نخرجه. ما عمل شيء من الدقيقة الأولى للدقيقة 90. كيفاش مازلت مكبش في يوسف المساكني للمقابلة الثانية للمقابلة الثالثة وانت مكبش في يوسف المساكني؟ إن شاء الله إن شاء الله يوسف المساكني يعمل حاجة. تعليش يا معلم، تعليش مثلا ما تبديش بالتشكيلة اللي بديت بها ضد منتخب مالي؟ نعرف التشكيلة اللي بديت بها، عندك أربع ملاعبية في وسط الميدان خارقين للعادة. لو كان يجي مدرب خشين يعرف كيفاش يوظف المنظومة هذه ويعملوا له العجب، بدليل أنه سجلنا أفضل هدف في الدورة وممكن باش نختاروه أفضل أو يختاروه أفضل هدف في الدورة ككل الملاعبية هذوما. يوسف المساكني ماهوش مشارك معاهم، يوسف المساكني بعيد من غادي بعيد وحده يضرب في النور. يوسف يضرب في النور، تجي انت الياس العاشوري تخرجه وتخلي يوسف المساكني، تخليت التشكيلة اللي بديت بها ضد منتخب مالي على الأقل ملعبية تأقلموا معها شوية، وفي عوض يوسف المساكني تخرجه وتهبط سيف الدين الجزيري وطاح الكفة على ذنه، تشقلب فيها وتعاود فيها. والتشكيلة أولى ورسم تكتيكي الأول في مقابلة أولى، ورسم تكتيكي ثاني في مقابلة ثانية، ورسم تكتيكي ثالث في مقابلة ثالثة، وبعد تقول شبينا ما ربحناش والله غالب وعملنا اللي علينا. على كل حال ما نجم كان نقول إن شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.